سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل بلوك فيسبوك. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على فيسبوك خاص بكم. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل